مساء الخير مشاهدين الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من القاهره ومجموعه من الموضوعات والمتابعات الاخباريه لابرز احداث الساعه. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا امل. عندنا في هذه الحلقه كالعاده وقفتين حواريتين. وقفتنا الاولى هتكون عن حزب النور اللي لم يسلم من تنظيم الاخوان، لانه بيتعرض لحملات عدائيه من قبل الجماعه وتنظيمها والمتحالفين معاها، فضلا عن اعتداءات من قبل شباب التنظيم على رموز من حزب النور والدعوه السلفيه ومحاصره منازلهم. مؤخرا شن علاء ابو النصر امين عام حزب البناء والتنميه الذراع السياسيه للجماعه الاسلاميه شن هجوم عنيف على حزب النور الذراع السياسيه للدعوه السلفيه، والدكتور نجح ابراهيم امير مجلس شورى الجماعه الاسلاميه السابق، وخالد الزعفراني القيادي المنشق عن جماعه الاخوان، وكمال الهلباوي القيادي المنشق عن الاخوان، واخرين وصفهم بانهم نصروا الباطل. كيف يواجه حزب النور هذه المخططات؟ ده اللي هنعرفه من خلال وقفتنا الحوارية الأولى. موضوعنا الثاني هنتتبع في نشاط الاخوان في اوروبا، لانه في مصادر بتقول انه بعد احداث بريطانيا الاخوان المسلمين هيوجهوا نشاطهم الى النمسا. وصحيفه المصري اليوم كانت طلعت تعليق على نقل نشاط الجماعه في دوله اوروبيه اخرى، قالت الاخوان يدخلون مرحله الشتات في اوروبا. في نفس السياق صحيفه الوطن كشفت عن خطة جديدة للإخوان لتعطيل انتخابات الرئاسة بالاتفاق مع أيمن الزواهري زعيم تنظيم القاعدة، وأبو بكر البغدادي أمير جيش دولة الإسلام في العراق، وجماعة أنصار الشريعة وفروع لتنظيم القاعدة في ليبيا والصومال وغيرها. الصحيفة قالت عن مصادر أمنية أن المخطط بيقضي بعودة 400 عنصر إرهابي من سوريا والعراق عبر الحدود مع ليبيا والسودان أو عن طريق غزة لتنفيذ عمليات إرهابية بتستهدف المؤسسات الأمنية والقوات المكلفة بتأمين الانتخابات، وأنه تنظيم الإخوان رصد نحو 10 مليون دولار لتمويل تلك العمليات. دي مصادر أمنية قالت لصحيفة الوطن. ونبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأخبار. قال جيمس مورن رئيس بعثات الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن الاتحاد الأوروبي لبى دعوة السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنه يريد تعزيز الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف في كلمة مقتضبة عقب مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن التسهيلات الخاصة بإفادة بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، قال أن هذه المذكرة بتأتي بعد توقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات أمس، وأكد أن البعثة مستقلة تماما ولا تتبع أي جهة حكومية وبتعمل بحياد تام وبتضم أعضاء من مختلف الدول الأوروبية هيبلغ عددهم 150 شخص تقريبا. وقال أنه بيعتقد أن البعثة هتنقل صورة جيدة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه لديهم كل الفخر والسرور بالعمل على التعاون مع مصر. وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل قال او اعلن عن دعم واشنطن لمصر في حربها ضد الارهاب، وكمان اعرب عن حرص الولايات المتحده الامريكيه على دعم مجالات التعاون والعلاقات العسكريه القويه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه. الكلام ده جه في اتصال هاتفي اجراه تشاك هيجل مع الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. الاتصال تناول كمان تطورات الأوضاع اللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة في التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية في المنطقة وتبادل الرؤى تجاه عملية التحول الديمقراطي اللي بتشهدها مصر. معنا دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية من واشنطن. أيوة مساء الخير يا دكتور. طيب النهارده جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل ووزير الدفاع المصري، وكان في حواه بيدور حوالين دعم جديد او تجديد الدعم، او ربما تكون كلماته او نصه مختلفه بعض الشيء عما اعتدنا سماعه من مسؤولين من الولايات المتحده الامريكيه في دعم مصر. هل تلمس اي تحول ما في ظل تطورات المشهد على الصعيد الامني في مصر من قبل الولايات المتحده الامريكيه؟ هو في الحقيقه استمراريه وتحول. اولا استمراريه هي علاقات قويه استراتيجيه صرف ما بين وزاره الدفاع في مصر
وبنتاجون او وزاره الدفاع في امريكا. فعلاقات استراتيجيه امتدت عقود طويله. اما الجديد فيها فهو محاوله واشنطن قراءه الموقف في مصر، ويعني اعتقد ان واشنطن اقتنع ان الموقف بيتحول الى الاستقرار، وان الموقف ايضا يعني دور القوات المسلحه بتلعب دور مهم جدا فيه. فهو دعم موقف مصر، وايضا يعني محاوله ايضا التعرف على وزير الدفاع الجديد المصري. واعتقد ان تشارلي هيجن انسان كويس، وهو في الحقيقه ليه مواقف مواليه للعرب، فهو تنشيط او تفعيل لدور البنتاجون في التعامل مع المؤسسه العسكريه في مصر. طب في حديثه ذكر على انه الولايات المتحده الامريكيه تحمل او تدعم العلاقات العسكريه، وتامل ان تكون هذه العلاقات قويه في هذه المرحله. هل التعاون العسكري يبدو على ما يرام، وهل نتنبأ بالمزيد من هذا التعاون؟ طبعا، لان اولا علاقات مؤسسيه مش افراد او انظمه او حتى حكومات. الامر الاخر هو حاجه امريكا لمصر، وايضا امريكا ومصر تحتاج الى امريكا، فهو مصالح مشتركه. وبعدين ايضا يعني المنطقه مضطربه، سوريا مضطربه، فمصر تحت امريكا تحتاج التشاور مع مصر. امريكا ايضا هتنسحب من افغانستان، عليها ايضا التشاور استراتيجيا مع مصر. الموقف في سوريا، المفاوضات الفلسطينيه الاسرائيليه، كلها خلفيات استراتيجيه. واشنطن بحاجه الى سماع الراي المصري والدور المصري فيها. فزي ما قلت، العلاقات الاستراتيجيه يجب دعمها من كل اخر لمصلحه البلد. دكتور نبيل ميخائيل، المحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. اجتمع وزير الخارجية نبيل فهمي بعدد من مساعديه من القطاعات المعنية بالتعامل مع الإرهاب، وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول سبل تكثيف التحرك المصري على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي للتأكيد على خطورة ظاهرة الإرهاب، وأهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع التهديد الخطير اللي بتمثله الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأضاف عبد العاطي أن اللقاء تناول تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وسبل التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بما يحقق هذا الهدف، ويسهم في التعامل بفعالية مع التهديدات الإرهابية على المستويين الوطني والدولي. طيب، احنا لمتابعة اراء الشارع الحقيقة المصري حول قضايا كثيرة جدا تحولت الى قضايا مجتمعية مرتبطة بشكل اساسي بقرارات حكومية، هنتابع عينة عشوائية بكاميرا قناة النيل وكاميرا من القاهرة حول استخدام الفحم كبديل للطاقة والحديث عنه في الشارع المصري. بعد أن أعلنت الحكومة عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، ثارت حالة من الجدل بين المتخصصين، فالقضية تحمل أبعادا كثيرة بحسب المهتمين بهذا الملف. فالبعض أكد أنه يمكن استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط البيئية في كل مراحل استيراد الفحم، اتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة. بنحط الاشتراطات والمعايير، وبنشتغل على مشروع قانون جديد علشان المشروع الحالي ضعيف شوية، وبنطبق اللي قال عليه مجلس الوزراء. ومثل ما كان هناك رأي مؤيد لاستخدام الفحم كبديل للطاقة ولكن بشروط، قبله رأي آخر معارض لفكرة استخدام الفحم في توليد الكهرباء، مشددين أن استخدام الفحم في توليد الكهرباء مضر بالبيئة وصحة المواطنين. في حالة استخدام الفحم اللي هو الحكومة قالت عليه، لابد من استخدام التقنية العالية جدا اللي بتستخدمها انجلترا، اللي موجود فيها هذه المصانع، خاصة مصانع الحديد والصلب، التقنية علشان تقلل الانبعاثات. انما في انبعاثات طبعا هيحدث، في انبعاثات هيبقى في نوع من انواع الامراض موجودة، طبعا يمثل خطر على الصحة العامة. عندنا الطاقة الشمسية، وعندنا احنا على ربوع مصر عندنا ارض متاحة، وعندنا السطوع الشمسي عالي، واستخدامنا للطاقة الشمسية وخاصة الخلايا الفوتوفولتية ده هيبقى اسرع الحلول. حالة الجدل التي هيمنت بين اوساط المهتمين لهذه القضية كان لها نفس المردود بين المواطنين في الشارع المصري، حيث طالب البعض الحكومة بالاستفاضة في دراسة مثل هذا الطرح قبل تنفيذه على أرض الواقع لأن عواقبه وخيمة.
يعملوا الدراسات بتاعتهم ويعملوا الابحاث بتاعتهم بحيث ما ياثرش على البيئه. وفي النهايه ما دام هيديني طاقه احنا بنرحب باي حاجه، بحيث ان احنا ما نوصلش اللي احنا وصلنا له دوت والكهرباء تتقطع والناس مصالحها تتعطل. انا طبيب، مشاكل صحيه الفحم بتاع الفحم كبيره جدا، رب وسرطان، حاجات كتير جدا، فاحنا مش ناقصين مشاكل يعني. اذا كانت الحكومه تعاني من ازمه في الحصول على الوقود بتوليد الطاقه وليس لديها مقدره ماليه لشرائه، فمن الممكن للحكومه المصريه ان تستغل المصادر الاخرى كالطاقه الشمسيه وغيرها للخروج من الازمه، على حد قول المختصين. اسماء حسن، النيل. دعا الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين كل المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى تنفيذ إضراب فوري ولأجل غير مسمى عن تغطية الأحداث الميدانية بعد استمرار الاعتداءات اللي بيتعرض ليها الصحفيون والمصورون. أضاف رشوان في تصريحات لجريدة الوطن أنه حيتم تنظيم وقفة احتجاجية ظهر الخميس المقبل على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجا على الانتهاكات اللي بيتعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لمهنتهم، وطالب كل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بتعيين الزملاء غير المعينين. نقيب الصحفيين تقدم مساء اليوم ببلاغ للنائب العام بيطالب فيه بالتحقيق العاجل في إصابة صحفيين في جريدة اليوم السابع وموقع صدى البلد في اشتباكات في جامعة القاهرة. معنا على الهاتف الأستاذ كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين. مساء الخير يا أستاذ كارم. مساء النور. أنا مساء. أهلا بحضرتك. ونقيب الصحفيين بيدعو كل المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى تنفيذ إضراب فوري عن تغطية الأحداث الميدانية بسبب الاعتداءات اللي بيتعرض ليها الصحفيون. هل تعتقد أنه كل الإصدارات الصحفية حتستجيب لهذا النداء وهذه الدعوة؟ والله احنا النقابة دورها انها يعني تتخذ من الاجراءات الاحتجاجية ما تراه مناسبا، ويعني ثم تطالب الزملاء في المؤسسات الصحفية بتنفيذ مثل هذا الاضراب، لانه المعني بالقضية اساسا هم الزملاء وسلامتهم، هم الذين يتعرضون للاعتداءات اثناء اداء عملهم والتي تصل الى الإصابات الخطرة وإلى يعني وفاة بعضهم أو استشهاده. المؤسسات الصحفية إن كانت تريد بالفعل يعني المشاركة في غضبة الصحفيين وغضبة نقابتهم على هذه الاعتداءات فعليها أن تلتزم بما تقرره النقابة، حتى لا يخرج علينا أي من المؤسسات أو أي من الزملاء ويقول يعني الكلمة التي للأسف يعني كلمة حق يراد بها باطل. أين دائما يقال أين النقابة أين النقابة، وعندما تتخذ النقابة إجراءات للأسف يعني يعيقها البعض ولا يستجيب لها البعض الآخر. منها مثلا أن مجلس النقابة اتخذ في جلسته الأخيرة قبل أسبوعين قرارا بمطالبة المؤسسات الصحفية بأن ترسل كشوف أسماء الصحفيين الذين يقومون بالتغطيات الميدانية والمصورين أيضا لتكفل لهم النقابة الحماية اللازمة إذا ما تعرضوا للخطر، وأيضا لتشركهم في دورات تدريبية لتأهلهم على قواعد السلامة المهنية وكيفية حماية أنفسهم أثناء تغطية الاحتجاجات والإضرابات الميدانية الخطرة. وللأسف أرسلت لكل الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة أو الخاصة خطابات منذ أكثر من 10 أيام، وأرسلت إليهم اليوم خطاب أو الأمس خطاب استعجال آخر، وحتى اليوم لم يستجب إلا 3 صحف فقط. أحدها صحيفة الأهرام وصحيفتين أخرين صغيرتين، وبقية الصحف ترسل الأسماء ولم ويبدو أنها ليست معنية على